في علاجك الطبية نحرص على تقديم الخدمات المتكاملة للمرضى والزائرين. تعالوا معنا لنشرح لكم المراحل التي نقوم بتقديمها للمريض الذي يتواصل معنا. في المرحلة الأولى والتي تبدأ بالتواصل الأولي مع المريض، يتم سؤال المريض عن الحالة التي يعاني منها، ثم نقوم بأخذ المعلومات الأساسية مثل الاسم، العمر، الوزن والطول، ومن ثم أسئلة متخصصة بالحالة التي يعاني منها المريض. مثلا في الأسنان يتم سؤاله عن عدد الأسنان المفقودة، درجة الاهتزاز في الأسنان، ونقوم بطلب صور الأشعة البانوراما، ونقوم بتزويد المريض بنموذج للتصوير لمعرفة حالة الأسنان الحالية. ثم نتفق على موعد آخر مع المريض لنقوم بمراجعة الحالة الطبية مع الطبيب المختص. في المرحلة الثانية تتم عملية التقييم، والتي تتكون من عرض الصور والبانوراما على الطبيب المختص مع ذكر المعلومات الخاصة بالمريض والاتفاق على التقييم الأولي مع الطبيب. ثم نقوم بمعاودة الاتصال مع المريض لشرح الخطة الأولية للعلاج، زراعة أو تلبيس أسنان أو عدد بصيلات زراعة الشعر، ونقوم بشرح تفاصيل نوع العلاج المستخدمة، نوعها وجودتها وبلد المنشأ والأسعار، أيضا توضيح عدد الزيارات للمريض، زيارة واحدة وأكثر حسب طبيعة العلاج، ونقوم بشرح برنامج الزيارة الواحدة وكم تستغرق فترة العلاج، مع توضيح التكلفة المترتبة على المريض مع ذكر أدق التفاصيل. أيضا نقوم بتحديد فترة الضمان للخدمة المقدمة، ثم نقوم بشرح الخدمات المساندة التي سنقوم بتقديمها لحظة وصول المريض إلى تركيا، مثل المواصلات والمرافقة الطبية والفنادق. في المرحلة الثالثة وعند وصول المريض إلى تركيا، نقوم برعاية المريض من الألف إلى الياء، وذلك من خلال الاستقبال من المطار، توفير حجوزات فندقية بأفضل الفنادق وأنسب الأسعار، توفير مواصلات للتنقلات من الفندق للعيادة وبالعكس خلال فترة العلاج، توفير مترجم يرافق المريض خلال فترة العلاج، المعاينة والفحوصات والتحاليل داخل مستشفيات مرخصة، مرافقة المريض إلى المطار وتوديعه، ثم يقوم المريض بالمعاينة الفعلية مع الطبيب المختص لتأكيد التقييم الأولي والاتفاق على خطة العلاج النهائية. يتم التواصل مع المريض بشكل مستمر خلال إقامته في تركيا لتزويده بالمواعيد التالية: موعد الرحلات والمواصلات، موعد المعاينات في العيادة أو المستشفى، موعد المراجعة، موعد جلسات العلاج، موعد التوصيل منه إلى المطار. في المرحلة الأخيرة والتي تحرص علاجك الطبي على الاستمرار بها لتتأكد من جودة الخدمات المقدمة، نقوم بمرحلة ما بعد العلاج بالإجراءات التالية: تزويد المريض بالنصائح اللازمة للتأكد من سلامة العلاج مثل العضة الليلية وخطة تغذية أو خطة حمية أو شامبو المستخدم لغسيل الشعر. نقوم أيضا بمتابعة التواصل مع المريض للتأكد من نجاح الإجراء الطبي، كما نستقبل آراء مرضانا في الخدمات المقدمة لهم بغرض التطوير وتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة. نحن نسعى إلى مساعدتك في رحلتك الطبية إلى تركيا للتأكد من حصولك على أفضل الخدمات الطبية عبر خدماتنا المساندة الاحترافية. علاجك الطبي خيارك الأمثل.